من جانبه قال وزير الخارجية الهندي إن الزيارات المتبادلة بين مصر والهند تعكس الرغبة في تنمية مستوى التعاون الثنائي، لافتا إلى أن المحادثات شهدت مناقشة الصراع في أوكرانيا وتداعياته. هذا وأشاد الوزير الهندي بمستوى التعاون مع مصر في العديد من المجالات، وأوضح أن بلاده تعتزم زيادة استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة في مصر، مشيدا بما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومقدما الدعوة لمصر لحضور اجتماعات قمة مجموعة الـ20 في ضوء الرئاسة الهندية الحالية للمجموعة. التجارة والاقتصاد يتم تناميهم بشكل مضطرد، وهناك زيادة ب 2 مليار دولار، واليوم اتفقنا على أن هناك إمكانية لزيادة هذه التجارة والتعاون بين الأسواق بين بلدينا. الاستثمار أيضا إيجابي بين البلدين، هناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في مصر، ونحن لدينا أيضا خطوط، لدينا استثمارات في خطوط الأنابيب، وهناك إمكانية لزيادة هذا الأمر كما قلت لمعالي الوزير، ولدينا اهتمام بإمكانيات في مجال الصناعة وبالذات الطاقة المتجددة، لذا فإننا متفائلين في هذا الصدد. ولقد ناقشنا كيفية زيادة التواصل وكيف أن ننشط السياحة بين البلدين.